رجل طلق زوجته 3 طلقات متفرقات، وبعد الثالثة استفتى رجلا يحمل القرآن وأعادها إليه، وهما الآن يعيشان معا وقد أنجبت له ولدين بعد العودة، فما الحكم في هذه الحالة وكيف يكون مصير الأولاد لو كانت الرجعة غير صحيحة؟ بعدما أن الأمر صدر فيه فتوى من عالم من العلماء فلا داعي للبحث فيه مرة ثانية، وإن كان في شك من صحة هذه الفتوى أو في شك من علم هذا الرجل أو تقواه فعليه أن يراجع المفتي أو القاضي في بلده ليدرس الملابسات والأحوال. أما مجرد السؤال في برنامج في الإذاعة هذا لا يكفي، لأنه يحتاج إلى تثبت وإلى نظر في الملابسات والأحوال بين الزوج وزوجته وأسباب الطلاق وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم.